أنا أعتقد بأن روسيا الآن تتحرك وهي أساسا بدأت هجوم الشتاء الذي وعدوا به، ويتجهون إلى ضرب البنية التحتية على نحو كبير، مما من شأنه أن يحاصر القوات الأوكرانية ويصعب على أوكرانيا أن تتمكن من تغذية هذه القوات التي يعملون فيها يوما ما. وفي التفكير في هجوم الربيع على الأغلب أن هذا لن يتحقق في ظل هذه التطورات. ما أوضحته هنا اليوم هو أمر مكثف جدا، لأنه مع زيارة لافروف بداية إلى بغداد هذا جزء من خطة أكبر، والعمل مع إيران يوضح بأن لافروف بصدد هجوم دبلوماسي ليس فقط في حق إيران، ولكن أيضا حتى يضع علاقات طويلة الأمد عسكرية واقتصادية وسياسية وأذهاب إلى إيران. فالأمل هنا هو أن تأثير إيران على العراق سيكون ناجحا، مما يؤدي بلافروف الآن إلى أن يقوم بزيارة العراق وأن يحاول العمل على اتفاقيات في عدة مجالات مهمة، ليس فقط مهمة لروسيا ولكن كذلك للعراق نفسها. وبالنظر إلى التحول، رغم أن هناك أمريكان في العراق، لكنني أعتقد بأن خطة لافروف هي حتما أن يقلص من فعالية الأمريكان في العراق عبر الزمن، وبالنسبة لروسيا بعد ذلك أن توسع من تأثيرها ونفوذها في العراق وإيران كذلك، على نحو تبني فيه روسيا أو تعيد بناء تأثيرها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط بأسرها وكذلك في دول الخليج. أنا أرى ذلك وشيك الحدوث. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ المقصود من ذلك هو تحدي العالم أحادي القطبية الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل خلق نظام عالمي متعدد القطبية يقوم فيه لافروف. ليس فقط الحرب في أوكرانيا، وإنما أن يصبح أكثر ثباتا دبلوماسيا من أجل أن يوسع تأثير روسيا في هذه المناطق وأن يخلق هذا النظام العالمي متعدد القطبية، والذي أدت به الأحداث في أوكرانيا ليس فقط روسيا ولكن كذلك إيران والصين. فإذا أوكرانيا كانت هي الأحداث الداعية إلى اتخاذ مثل هذا النظام والثبات الدبلوماسي الذي نراه الآن. فالفكرة هناك كانت في أفريقيا مثلا، أفريقيا لم تدن روسيا على سبيل المثال، لم تدن العدوان الروسي على أوكرانيا. فنحن نرى هذه التطورات في هذا النظام العالمي الجديد والذي سيكون فيه العمل لمد النظم المالية الروسية مثلا وتوسيع نطاقها، مما سيتحدى نظام السويفت الغربي وسيحصل على انضمام مزيد من الدول للنظام الروسي والذي يدعى SPFS أو نظام المساجينج المالي لبنك روسيا، ومزيد من الدول الآن تنضم لهذا النظام، ومثل المير مثلا أو نظام السويفت الغربي، فيما عدا أن هذا سينطبق على بناء على تعددية الأقطاب في دول الشرق. وإيران وروسيا الآن تتحدثان كما أثرت أنت لمزج نظامهما المالي معا، بحيث يتمكنان بالتجار بعملتهما الخاصة، و
كل ذلك من أجل إدارة أو من أجل التوجه والتصدي للنظام الغربي العالمي والالتفاف حول العقوبات التي أوقعتها الولايات المتحدة. فإذا هم يرفعون هذا كسلاح في وجه الولايات المتحدة. نرى هذه التطورات وهي تتسارع الآن، وأنا أرى ذلك ليس فقط حيال الأحداث في أوكرانيا، ولكن كذلك أرى بأن روسيا الآن تتخذ نهجا متعدد السبل عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية كلها معا.